أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة إسبانيول غدا الأحد بديربي كاتالونيا في إطار منافسات الليجا، وضمت القائمة وكيلا من ماركو تيريشتيجن، يسبر سيلساين، نيلسون سيميدو، إيفان راكيتيتش، جيراردو بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، دينيس سواريز، أندريس إنييستا، لويس سواريز، ليونيل ميسي، فيليبو كوتينو، باولينيو، باكو الكثيرة، جوردي ألبا، لوكاس دينيه، سيورجا روبيرتو، أليكسا فيدال، صمويل أومتيتي، ياري مينا. فيما شهدت قائمة المباراة استبعاد أندريان جوميز، توماسو فيرمالين، عثمان ديمبلي للإصابة.